طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. طيب هنبتدي بقى ان شاء الله العرض بتاعنا حالا. احنا ان شاء الله اهلا، بدايه احب ارحب بحضراتكم، حضراتكم مستر سعيد ربيع عبد الحفيظ، ترينر كمبيوتر واي سي دي ال، الشهاده الدوليه او الرخصه الدوليه لقياده الحاسب الالي. ان شاء الله مع حضراتكم بنبدا من مصر القاهره المحاضره بتاعتنا، وهي كورس الاي سي دي ال. هنبتديها النهارده ببرنامج الوورد 2010، لان احنا هنقدم اي سي دي ال فيرجن 5 اللي هي بتعرض ويندوز 7 او نظام التشغيل اللي هو 7 في الابلكيشن الاوفيس او باكج الاوفيس اللي هو 2010. بدايه نعرض برنامج الوورد زي ما حضراتنا ما شايفين كده، ان هو ده برنامج الوورد يا جماعه، وورد 2010. الوورد 2010 تعالوا نتعرف على الانترفيس بتاعه. طيب انا بفتح برنامج الوورد ازاي؟ عندي طبقتين بتفتح برنامج الوورد. عندي لونها كرييت لنيو فايل. اولا برنامج الوورد ده بينتمي لباكج الاوفيس تبع شركه مايكروسوفت، وبينفذ ابلكيشن او بينفذ تطبيقات اللي هي الكتاب. طيب ازاي بنشئ برنامج الوورد او ازاي بنشئ كرييت فايل؟ رايت كليك، باجي على الديسكتوب، بضيف كليكه يمين واختار نيو واوبن مايكروسوفت وورد، وبيديني ملف اسمه نيو مايكروسوفت وورد زي كده زي ما انا انشاته. رايت كليك اختار منها نيو، هلاقي عندي نيو مايكروسوفت وورد ديكومنت. انا عايز انشئ وثيقه او ملف وورد، مجرد ما بضيف سنجل كليك عليه بيبدا يقول لي سمي الملف بتاعك، ولكن انا هسميه المرتبات. مجرد ما اقول انتر كده انا انشات ملف وورد اسمه المرتبات. طب هل في طريقه ثانيه لانشاء برنامج انشاء ملف وورد؟ اللي هي ايه؟ لو عند حضرتك ويندوز 7 بنفتح من قائمه ستارت، بنختار منها اول بروجرام، وبعد كده بنختار مايكروسوفت وورد. طيب تعالوا نفتح برنامج الوورد، او بمجرد ما ادوس دبل كليك على فايل الوورد اللي احنا انشاناه، هبص الاقي ده برنامج الوورد اتفتح قدامي، ده وورد 2010. تعالوا ناخد الانترفيس او واجهه البرنامج. كل حاجه ظاهره عندي في البرنامج اهو. اول بار، البار اللي فوق اللي هو بيبقى فيه الكلوز والمينيمايز وماكسمايز، تمام؟ البار ده بيعرض اسم البرنامج اللي انا شغال عليه. تعالوا هتلاقونا هنا بيعرض حاجة اسمها مايكروسوفت وورد، ده اسم البرنامج. طب لو أنا كنت شغال على مايكروسوفت إكسل كنت هتلاقيه عارض مايكروسوفت إكسل. لو أنا شغال على باوربوينت أي بروجرام بيعرض لي هنا، يبقى التايتل بار بيعرض لي اسم البروجرام اللي أنا شغال عليه. وبيعرض إيه تاني؟ وبيعرض اسم الملف. أنا واقف بالماوس أهو عند اسم الملف وهو اسمه المرتبات. طيب تاني بار عندي او تاني شريط عندي في الانترفيس او في واجهه البرنامج اسمه منيو بار. ليه سميته منيو بار؟ لان بمجرد ما بدوس على منيو يفتح لي قائمه، كل يعني هلاقي انسيرت بيج لاي اوت. كل ما بدوس سنجل كليك على اي قائمه من دول بيعرض لي مجموعة من القوائم اهي زي ما حضراتكم شايفين. القائمة اللي تحتها بتتكون من مجموعة من الجروبس، جروبس يعني مجموعات، وهي بتبقى مجموعة الادوات بتاعتي. وهتلاقيه في فاصل كده وهمي او فاصل صغير موجود
بين كل مجموعة من الأدوات. لما أجي أدوس على قائمة Insert وهي إدراج، ألاقيه عارض لي برضو قاسم التولز إلى مجموعة من الجروبس. طيب تعالوا بداية قبل ما ابتدي ان انا اتكلم عن برنامج الوورد تفصيلا، نعرف يعني ايه وورد. او الوورد بيعمل حاجة اسمها ديكومنت او مستند. استاذن حضراتكم يا ريت تسجلوا معايا البيانات ديت او نكتب مع بعض ان برنامج الوورد بيعمل حاجة اسمها ديكومنت. ديكومنت يعني مستند، والمستند بيتكون من ربنا يجزيك من مثلي استاذة كريمة. والمستند بيتكون من بيجز، صفحات. طيب قبل ما ابتدي ان انا اتكلم هنبص نلاقي حاجه هنا اسمها كيرسور، او اللي هو المؤشر بتاعي اللي هو بينور ويطفي هنا على برنامج الوورد. المؤشر ده حاضر، اوكي هنتكلم بالراحه شويه عشان الصوت يوصل لحضراتكم كويس. المؤشر تعالوا نقارن بين حاجة اسمها الاتجاه وبين اللغة. الاتجاه يعني اتجاه الصفحة، اتجاه الكتابة في الصفحة. طبعا هنلاقي الكيرسور او المؤشر بتاعي هنا موجود من ناحية الشمال، يبقى انا لما هاجي اكتب هيتحرك من الشمال الى اليمين. طب علشان اغير الدايركشن او الاتجاه يبقى من اليمين للشمال ولاقي الكيرسور يقف هنا، بستخدم حاجة اسمها الكنترول وشيفت من الزرار الكيبورد بتاع حضرتك. بختار كنترول وشيفت، هبص الاقي زي ما ظهر قدام حضراتنا الكيرسور بقى واقف يمين. يبقى انا كده بداية الصفحة بتاعتي او بداية المستند والجواب والخطاب والكتاب بتاعي هيبتدي من اليمين الى الشمال، لان هنا الكيرسور واقف اهو اليمين. لما باجي اكتب حرف يتحرك ناحيه الشمال. يبقى احنا كده خدنا الاتجاه وهو من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. طب لو انا عايز اغير الدايركشن او عايز اغير الاتجاه بدوس كنترول شيفت من الكيبورد. كنترول شيفت يمين يخلي الدايركشن يمين، كنترول شيفت شمال يخلي الدايركشن زي ما حضراتكم شايفين شمال. ادوس تاني كنترول شيفت يمين بلاقي الكيرسور يتحرك يمين. تمام يا جماعه؟ طيب اللغه، بغير اللغه من عربي الانجليش ازاي؟ انا دلوقتي بكتب لغه عربيه. طب علشان امسح الكلام اللي انا كتبته ده من زرار الباك سبيس او الزرار اللي هو بيحمل علامه السهم فوق الانتر، فوق زرار الانتر، بمجرد ما ادوس عليه مره يبدا يمسح لي حرف 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 حرف. طب انا عايز اكتب اللغه انجلش وانا واقف في الاتجاه، يبقى مش بدوس كنترول شيفت، بدوس الت شيفت، زرار الالت والشيفت وانا واقف من اليمين. لما اجي اكتب اللغه هلاقي اللغه اتحركت معايا او بقت معايا انجلش. تمام الناس كده كويس؟ يبقى بغير اللغه من وانا واقف في نفس الاتجاه بتاعي. لو دوست الت شيفت، يعني دلوقتي هدوس على الالت والشيفت اهو غير لي اللغه لعربي. لما ادوس الت شيفت تاني يغير لي اللغه لانجلش. يبقى انا تعالوا نعرف معلومه بقى، ان انا لما باجي اغير من لغه الى لغه بغير بالت زائد شيفت. لما بغير الاتجاه بغير كنترول زائد شيفت. يعني انا دلوقتي ممكن اكون واقف من الشمال لليمين وده الدايركشن بتاع الانجليش، وكتبت كده ممكن اكتب عربي. لو دوست اوت شيفت تاني يبدا يكتب لي انجليش. وبكده يبقى قارنا بين اللغه احنا بنقارن بين اللغه، وقلنا بنغير اللغه من عربي الانجليش بالالت، وبنغير اللغة من نغير الاتجاه كنترول شيفت. تمام؟ بعد كده باجي اكتب ده كود بنكتبه في برنامج الوورد، حاجة اسمها ايكوال
ران بفتح قوس بكتب الكود ده 5 كوما 55. دلوقتي احنا هنبدأ نتنقل لمنطقة النافيجيشن. نافيجيشن يعني ايه؟ التحرك. تمام، شكر جدا على ملحوظاتكم يا جماعة. التحرك ازاي اتحرك بين الديكمنت؟ يعني هنفترض ان احنا دلوقتي حضرتك كتبنا الكلام ده كله، قلت ايكوال ران، لو انا كتبت الكود ده كنترول زد انا هعمل لحضراتكم تراجع. الكود اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة ده لما نكتبه في برنامج الوورد هبص الاقيه عرض لي الكلام الكتير اللي هيتعرض او اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي ده. طب احنا ليه ظهرنا الكلام ده؟ هنفترض ان حضرتك قعدت تكتب دلوقتي ديكومنت، وهنبدأ ازاي نتحرك، ازاي تكون شخص بروفيشنال وتبدأ تتحرك من حرف وحرف وقطعة وقطعة عن طريق الكيبورد من غير ما تمسك الماوس. يبقى دلوقتي اول حاجة هناخدها في برنامج الوورد ازاي نتحرك بين الحروف وبين الكلمات وبين القطع. اوكي، يبقى بنكتب الكود اللي ظاهر قدام حضراتنا على الشاشة ده وبقول له انتر، هبص الاقي الكلام الكتير اللي ظهر قدامي ده، ده نتيجة الكود اللي انا كتبته. وفي الواقع يعني لو انتوا ركزتوا يا جماعة هتلاقوها هي جملة واحدة لكن متكررة. اوكي، طيب يبقى نيجي نقف كده على اول السطر بتاعي، هتحرك، تعالوا نتحرك سهم يمين. يعني انا دلوقتي بدوس سهم يمين اهو، هنشوفه بيتحرك حرف بحرف. شايفين يا جماعه؟ حتى المسافه او حتى السبيس اللي انا واخدها بيتحرك لي اهو، بيتحرك لي عليها حرف بحرف. ده سهم يمين، وسهم شمال يرجعني حرف بحرف. طب سهم الفوق وسهم التحت بيتحرك لي ازاي؟ بيتحرك سطر بسطر زي ما احنا ما شايفين الكرسور اهو، بيتحرك سطر بسطر. نزل للسطر اللي تحت، دوس السهم الفوق اتحرك على السطر اللي فوق. تمام، طيب تعالوا انا عايز اتحرك كلمه بكلمه. يبقى احنا عرفنا سهم يمين سهم شمال اتحرك لي حرف بحرف. طيب السهم من الكيبورد، سهم الفوق سهم التحت اتحرك سطر بسطر. تمام، طب لو جيت دوست كنترول مع سهم يمين، شايفين يا جماعه بيتحرك كلمه بكلمه كلمه بكلمه، بيجي عند بدايه كل كلمه. طب كنترول وبرجع تاني بالسهم الشمال ابص الاقي السهم رجع كلمة بكلمة كلمة بكلمة كلمة بكلمة. شايفين يا جماعة؟ يبقى احنا خدنا ازاي نتحرك كلمة بكلمة حرف بحرف سطر بسطر. طب عايز اتحرك قطعة بقطعة، بدوس على الكنترول وسهم لتحت. شايفين؟ بدأ يحركني عند اول قطعة كان دايس عليها انتر، كنترول وسهم لتحت، كنترول وسهم لتحت، بيبدأ يحركني كنترول وسهم لفوق، سهم لتحت، بيتحرك قطعة بقطعة ويرجع تاني على القطعة بقطعة. نرجع تاني نسترجع الشرح بتاعنا. يبقى كده احنا اتحركنا، عملنا نافيجيشن على حرف بحرف، قلنا بالسهم يمين وسهم شمال، سهم الفوق وسهم التحت سطر بسطر، كنترول مع سهم يمين وسهم شمال بيتحرك كلمة بكلمة وبيرجع كلمة بكلمة، كنترول مع سهم الفوق وسهم التحت بيتحرك قطعة بقطعة وبرجع بيهم تاني. طيب تعالوا بقى نتحرك، او هنلاقي في زرارين
في الكيبورد بتاعتي اسمها بيج اب بيج داون. بيج اب بيج داون. بيج اب بيوديني عند اول صفحة اللي انا فيها، بيج داون نهاية الصفحة، نهاية صفحة العرض. يعني بنشوف هو كان واقف عن صفحة ايه، عند سطر ايه، يجي يقف عندي. شايفين الكرسر يا جماعة؟ انا واقف بالكرسر اهو، نهاية صفحة العرض زم، يروح دايز بيج داون، يعني الصفحة اللي بعد كده بتجيب لي بعد الزم. اخرها هنا الهوم، شايفين؟ اقول له بيج داون، بس بيج داون جاب لي نهاية الصفحة. طب بيج اب الصفحة السابقة، الصفحة السابقة. بيج اب الصفحة السابقة. بيج داون الصفحة التالية. تمام؟ طيب كنترول مع بيج داون بيوديني عند نهاية كل صفحة. كنترول بيج تمام. طيب كده يبقى احنا عرضنا طرق النافيجيشن، والنافيجيشن اللي هو التحرك، ازاي بنتحرك جوه باكج او جوه الوورد بتاعي. عندي اخيرا هوم. هوم وانا واقف على بدايه السطر طبعا مش هيديني اي حاجه، لان هوم بتوقفني في بدايه السطر. زرار اند من فوق الاسهم اللي على الكيبورد، تلاقي هوم واند وبيج داون. اند هتلاقيه حرك لي الكيرسور بتاعي الى نهايه السطر، هوم بدايه السطر، اند نهايه السطر. تمام. طيب كنترول هوم هيوديني عند اول سطر في الديكومنت بتاعتي. طيب انا واقف بالكيرسور عند اول سطر، طب يبقى دوس كنترول اند هيوديني عند اخر سطر في الديكومنت بتاعتي. شايفين يا جماعه السكرول بار اهو، شريط الازاحه بتاعتي باقي حضرتنا. قلنا كنترول اند بينزلني عند نهايه اخر سطر في الصفحه بتاعتي، كنترول هوم بداية أول سطر. يبقى احنا كده كتبنا كل طرق التحرك. أستأذن الناس تسترجع أو تكتب في نوت عندها بورقة وقلم إن سهمي مين، عشان أنا خلاص هجمع كل اللي أنا قلته في النافيجيشن، فالناس تدون الكلام ده. سهمي مين وسهم شمال، حرك لي حرف بحرف، سهم الفوق وسهم لتحت، سطر بسطر. كنترول وسهم يمين كلمة بكلمة، لما بزود كنترول، كنترول سهم شمال طبعا برجع الكلمة، كنترول وفوق وتحت، باراجراف باي باراجراف، بيج داون الصفحة التالية، بيج اب الصفحة السابقة، هوم أول السطر، إيند آخر السطر، كنترول وهوم بداية أول سطر في الدوكيومنت بتاعتي، كنترول واند نهايه اخر سطر في الديكومنت بتاعتي. وبكده يبقى خلصنا اول نقطه وهي التحرك في برنامج الوورد. طيب تعالوا نكمل بقى السلكشن، هاو تو سلكشن، ازاي بعمل سلكت يا جماعه على برنامج الوورد اي اوبشن. الكلام اللي انا بقوله النهارده ده اساسيات برنامج الوورد، لان اي اوبشن مش هيتنفذ معايا. تعالوا نبتدي مثلا بالكوبي والكات اللي معظم الناس ممكن تكون عارفاهم، مش هيتنفذ الا اذا كنت عامل تحديد على كلمة معينة او على سطر معين او على قطعة معينة. يبقى لازم اعمل سيلكت او تحديد لقطعة او لكلمة عشان الاوبشن دي تتنفذ. يعني لو جيت برضو دوست على بولد اهو، مش هلاقي الاوبشن بيعمل اي اكشن. ليه؟ علشان انا مش عامل سيلكت على كلام. طيب تعالوا نعرف ازاي بعمل سيلكت او ازاي بعمل تنشيط واختيار لاي حاجة في برنامج الوورد. هي نفس طرق النافيجيشن، لكن بزود على كل حاجة انا قلتها شيف. يعني انا كنت بتحرك سهم يمين وسهم شمال في
اوكي كده تمام كويس مع كل الناس. طيب كنت بتحرك سهم يمين، يبقى انا لو زودت سهم يمين اهو كان بيتحرك حرف بحرف، لو زودت شيفت هبص الاقي الشيفت بيعمل ايه؟ بيعمل سيلكشن، بيعمل تحديد على حرف بحرف. طب لما ارجع بالسهم تاني هبص الاقي هبص الاقي السيلكت بتاعي بيروح. طب انا كنت بعمل سيلكت على كلمه بكلمه ازاي؟ ايوه يلا جاوب معايا، عايزك اكتيفيشن قاعد شغال قدام الكمبيوتر بعمل سيلكت على كلمه بكلمه. برافو عليك، كنترول مع سهم يمين وسهم شمال. طب انا لو زودت عليهم شيفت ودوست شيفت كنترول، يعني انا كده دايس على زرارين الشيفت والكنترول، وبمجرد ما اتحرك سهم يمين هبص الاقيه اتحرك ايه؟ كلمه بكلمه. شايفين يا جماعه؟ بيتحرك كلمه بكلمه. لو انا دوست سهم شمال بيرجع تاني على نفس، بيشيل التحديد او دي سيلكتد. تمام؟ طب كنت بتحرك سطر بسطر بسهم لفوق وسهم لتحت، لو دوست عليهم شيفت ودوست سهم لتحت شايفين بيعمل تحديد، بدل ما كان بيتحرك سطر بسطر بقى بيتحرك ايه؟ بقى بيعمل سيلكشن او بقى بيعمل تحديد على سطر بسطر. اوكي يا جماعه؟ تمام. طيب وبكده يبقى، طب انا كنت بعمل بيج داون، لو دوست شيفت بيج داون شايفين هيعمل لي سيلكت على كل الصفحه اللي انا بدل ما كان بيتحرك بقى بيعمل لي عليها سيلكت. تمام. يبقى انا طرق السيلكشن هي نفس طرق النافيجيشن لكن بزود عليهم. اوكي طيب وبكده يبقى خدنا طرق النافيجيشن، خدنا التحرك. طيب تعالوا بقى نبتدي نشرح شغل البارز، او تعالوا احنا كده حد عنده اي مشكله في ان هو ما يعرفش اي حاجه في صفحه الوورد، احنا قلنا صفحه الوورد ريفيجن سريع كده على اللي احنا خدناه في الساعه اللي فاتت، قلنا بيتكون من شريط العنوان تايتل بار، وده بيعرض لي اسم البرنامج اللي انا شغال عليه واسم الملف اللي انا شغال عليه المرتبات، بعد كده المنيو بار اللي بيعرض لي قوائم، وقلنا بيعرض لي شكل فورماتنج بار او شريط للتنسيقات. البار ده بينقسم الى مجموعه من الادوات، كل مجموعه هتلاقوه شاده سطر كده. بعد كده خدنا واتكلمنا ان برنامج الوورد بيعمل حاجه اسمها مستند او ديكمنت، والديكمنت بيتكون من بيجز صفحات، اهيت دي الصفحات، وكل صفحه بتنقسم الى باراجراف قطع، وكل قطعة تنقسم إلى لاينز سطر، والسطر ينقسم إلى كلمات. وعرفنا إزاي نتحرك بين كلمة وكلمة وسطر بسطر وحرف بحرف، وإزاي نعمل لهم سيلكت، إزاي نعمل لهم تحديد. تمام؟ يعني في تحديد زي بس الشيفت. لا بصوا يا جماعة. تمام. مع الممارسة هتلاقوا الموضوع بقى أسهل وأحسن كتير. لا لا استاذ رباب، اللي حاصل ايه؟ كنترول مش لوحده، كنترول ده عباره عن زرار من الزراير المساعده يا جماعه، يعني ما اقدرش ادوس على كنترول ويعمل حاجه. امال ايه؟ الكنترول بيبقى لازم زرار مساعد ليه او زرار مساعد معاه. لو حضرتك عايزه تغيري الاتجاه يبقى ندوس كنترول شيفت، اللي هو هتلاقي زرار الكنترول، في زرار الكنترول في اليمين وفي زرار كنترول في الشمال. كنترول شيفت يمين يغير لي، لا الغلط مش في الورد، لو حضرتك بتدوسي على الكنترول بس يا جماعه اللي حاضر معانا، اللي بيدوس على الكنترول بس او زرار الالت بس او زرار الشيفت بس، دول ما بيعملوش حاجه لوحدهم. ليه؟ لانهم اسمهم اتيوليتيز باتون، يعني زراير مساعده في الكيبورد، يعني ما بيقومش بوظيفه منه لنفسه. تمام؟ يبقى لازم الكنترول معاه حاجه. كنترول شيفت يبقى هيغير لي الايه؟ الدايركشن او الاتجاه زي ما احنا ما اتكلمنا، يخليه من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. تمام؟ طيب كتبتوا البوينت، تعالوا نكتب البوينت اللي احنا خدناها النهارده. الانترفيس ده رقم واحد، شد سطر بقى واكتب دي البوينت او اللاي اوت اللي احنا خدناها. الانترفيس اللي هي واجهة برنامج الوورد. تمام؟ بعد كده خدنا ازاي نغير الاتجاه.
بالكنترول شيفت يمين وكنترول شيفت شمال. بعد كده خدنا اللغة، ازاي اغير اللغة، دي تالت نقطة. الت شيفت يمين والت شيفت شمال يغير لي اللغة من عربي لانجليش او من انجليش لعربي. بعد كده خدنا اللي هو الرمز اللي هو احنا كتبناه ايكوال راند، وفتح لي الكلام الكتير اللي احنا خدناه ده. وخدنا ازاي نتحرك، هاو تو نافيجيشن وهاو تو سيليكشن، ازاي نعمل تحديد. تمام. طيب دي النقط اللي احنا خدناها في اول ساعه. طب انا عايز اعمل بقى تحديد يا مستر على ايه؟ على كل الديكومنت بتاعتي. يبقى دوس ساعتها ايه؟ كنترول ايه. لو دوست كنترول ايه، شايفين يا جماعه ايه اللي حصل؟ كل الديكومنت بتاعتي حصل لها سيليكشن وحصل لها عمليه تحديد. ليه؟ لربما ان انا هاخد اكشن معين، انا عايز اكبر الخط مثلا، عايز اصغر الخط للديكومنت كلها مره واحده. يبقى انا هل هحدد سطر بسطر او حرف بحرف؟ لا طبعا. يبقى انا دلوقتي في حاله احتياج ان انا احدد الديكومنت كلها. خلاص. طب ده بحدده ازاي؟ كنترول ايه عشان ابدا اخد اكشن. وبكده يبقى احنا خلصنا كل طرق النافيجيشن والسلكشن بتاعتي. طيب تعالوا نعمل بقى، او تعالوا ناخد ازاي نحفظ الديكومنت بتاعتي، او ازاي افتح ديكومنت جديده، او ازاي افتح ديكومنت قائمه بالفعل. ده من قائمه فايل. يعني احنا دلوقتي كلنا واقفين في هوم قائمه فايل، وهي دي الاختلاف بين الاوفيس او الوورد 2007 و2010. الاوفيس تعرف منين ان الفيرجن اللي حضرتك قاعد عليه دلوقتي، لو انا رحت اي شركه مثلا وقعدت على كمبيوتر وقالوا لي ان الاوفيس ده اوفيس 2007 ولا 2010؟ 2010 اللي بيبقى موجود فيه كلمه فايل، يبقى ده كده اوفيس 2010. طب وال 2007 شكله عامل ازاي؟ هو الشكل البار ده والشكل الموجود ده زي ما هو، لكن الاختلاف بدل كلمه فايل دي هتلاقي فيه زرار كده زي واخد شكل علامه الويندوز مثلا، نفس التقاطع كده. تمام. ده الاختلاف الظاهر بين الاوفيس 2007 و2010، ده الظاهر. انما هل في اختلافات تانية؟ اه في اختلافات تانية. طب الاختلافات التانية دي في ايه؟ في الفورماتنج وفي انواع الخطوط وفي التنسيقات وفي الالوان، او بمعنى صح الستايل. الستايل بتاع البرنامج طبعا 2010 احسن واكبر وبيديني امكانيات من ال 2007. طب تعالوا ندوس على قائمه فايل بقى، هنلاقي في قائمه فايل ايه؟ هنلاقي اول حاجه فيها حاجه اسمها سيف، بعد كده سيف از، بعد كده اوبن، بعده كلوز، بعده الانفورميشن، ريسنت، نيو، برنت. خلاص. تعالوا نعرف الفروق بينهم ايه. تعالوا نعرف بدايه، لو انا عايز انشئ ملف جديد، يعني احنا دلوقتي دخلنا على برنامج الوورد وسميناه المرتبات وكتبنا حاجات اهي، وليكن هي دي المرتبات او ليكن هي دي الوثيقه بتاع اللي انا عايز اكتبها. طب انا عايز اعمل واحده جديده، هقفل ديت بس علشان حضراتكم تتلخبطوش. تمام. عايز افتح ملف جديد، يبقى من فايل وبختار حاجه اسمها ايه؟ نيو. نيو هلاقيه بيقول لي يا ترى انت عايز تعمل نيو ايه؟ عايز تعمل نيو بلوج بوست ولا نيو ريسنت تمبلت، ولا انت عايز تعمل بلانك ديكومنت؟ لا انا عايز اعمل بلانك ديكومنت. يعني ايه بلانك ديكومنت؟ يعني وثيقه فارغه، وثيقه فاضيه خالص غير اللي انا عملتها. يبقى هاجي هنا واقول له كرييت، هنلاقي فيه زرار اسمه كرييت. كرييت يعني انشاء. ومجرد ما دوست كرييت هبص الاقي ايه اللي حصل، برنامج وورد فتح جديد خالص اهو، والديفولت نيم الاسم السابق بتاعه ديكمنت 1. هنبص كده نلاقي ايه اللي حصل، فتح لي ملف وورد جديد وكاتب لي هنا فوق كلمه ايه؟ ديكمنت 1. ديكومنت 1 يعني ده المستند الاول اللي هيعمله برنامج الوورد بتاعي. تمام. هنلاقيه هنا فتح لي ديكومنت 1، دي وثيقه جديده فاضيه خالص.
ما فيهاش اي حاجه انا هبتدي ان انا اشتغل عليها. طيب ده كده how to create blank document، ازاي انشئ مستند فارغ وفاضي خالص. طيب بعد كده how to open، ازاي بفتح ملف هو existing file، يعني هو موجود بالفعل على الكمبيوتر بتاعي وانا عايز افتحه لكن مش عايز اخرج بره البرنامج بتاعي، فبقول له open يبدأ يقول لي يفتح لي اهو انت عايز تفتح ايه، عايز ببدأ احدد البرنامج بتاعي او فايل الوورد بتاعي موجود اهو، دي اسماء فايلات الوورد. طيب انا هنا ده المكان، دايلوج بوكس اللي اتفتح لي ده المكان اللي بيعرض لي اللي انا واقف فيه اللي هي الملفات دي بتاع ماي دوكيومنت. طب انا لو عايز مثلا ديسك توب يبقى بختار، هنلاقوا شايفين السكرول ده والشاشه اللي بتتحرك معايا، ده المكان اللي بختار منه المكان اللي جواه الملف اللي انا عايز افتحه. هقول له مثلا الديسك توب، هلاقيه عرض لي هنا الديسك توب وعرض لي محتويات الديسك توب بتاعي. تمام؟ طيب عايز مثلا الملف بتاعي ده في بارتيشن الدي، يبقى بنزل وبحدد ماي كمبيوتر مثلا بارتيشن الدي، فتحت الدي بدأ يعرض لي ايه هي المستندات الموجوده في بارتيشن الدي. بدخل على المكان اللي انا عايز افتح فيه الملف وليكن الديسك توب، وادور على اي حاجه مثلا وليكن اهو اعلن شركه كذا، بفتح الديك ملف اهو اتفتح معي. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده اخدنا how to create blank document، ازاي بفتح وثيقه جديده فاضيه عن طريق فايل وعن طريق نيو، وبختار بلانك دوكيومنت واختار كرييت. عايزك تقول معايا وانا بكرر وانا بعيد لك لاصدقائنا اللي هم ما سمعوش، عايزك انت يا الاثنين تعمل ايه؟ كرر لو انت عرفت المعلومه عشان تبقى قاعد اكتيفيشن معايا. اوكي؟ طيب اوبن، اوبن بتعمل ايه؟ بتفتح ملف موجود بالفعل على الكمبيوتر بتاعي. طيب كده خدنا ازاي نفتح. بعد كده how to save file، ازاي بنفتح ملف، ازاي بفتح ملف على الكمبيوتر بتاعي، سوري بحفظ ملف على الكمبيوتر عن طريق السيف والسيف از. طب يا ترى يا مستر هل في فرق بين السيف والسيف از؟ اه في، لكن تعالوا نشوف الدوكيومنت 1. لو انا الدوكيومنت او وثيقه لاول مره بحفظها عندي ولكن دوكيومنت 1 دي، لما ادوس على السيف هي السيف از. ليه؟ لانك انت لاول مره بتحفظ الملف ده، يبقى انا في حاله حفظ للملف لاول مره على الكمبيوتر بتاعي، ما بيبقاش في فرق بين السيف والسيف از، ما بيبقاش في فرق بين سيف. يعني ازاي؟ لما باجي ادوس له اهو انا دوكيومنت 1 لاول مره بحفظ فيها الوثيقه بتاعتي، وليكن اغير الدايركشن اخليه من اليمين للشمال اهو بالكنترول شيفت شمال يمين، وبكتب له مثلا بسم الله اهو بيكتب انجلش. طب اغير اللغه ازاي؟ تعال نغير الت شيفت يغير لي اللغه، واكتب له بسم الله الرحمن الرحيم، وعايز احفظ الوثيقه دي مثلا اهو، اقول له فايل سيف، هلاقي طلع لي الدايلوج بوكس، دايلوج بوكس اهو تمام في المكان اللي انا بحفظ فيه السيف او الفايل نيم اسم الملف بتاعي سيف اس تايب. تعالوا نبص للشكل الدايلوج بوكس ده، نركز شويه في شكله. طيب تعال نكنسل وندوس له، خلي بالك انا في اول مره اخترت سيف طلع لي الدايلوج بوكس اللي حضراتكم شفتوه. طب تعالوا نقول سيف از، طلع لي نفسه هو الدايلوج بوكس ده. دليل لنزل كلامي الدوكيومنت لما بتبقى بتحفظها لاول مره السيف بتساوي السيف از، يعني حضرتك دوست على سيف زي ما كانك حضرتك دوست على سيف از. تمام؟ طيب تعالوا هنبص صوت كده معايا كويس، ناس معايا، هنلاقيه في الفايل نيم واخد لي اسم اول كام كلمه. فايل نيم يعني اسم الملف، انا عايز اسمي الملف ده باسم ايه؟
جميل قوي، باقي الناس معايا، برافو يا خديجه. بالظبط، اول جمله في الملف هتلاقيه واخد بسم الله الرحمن الرحيم، ولو انا كنت كاتب حاجه تانية كنت هتلاقيه عامل لك ايه. تمام، طيب برافو عليكم، اكتيفيشن شرفتوني. اوكي جميل قوي، ركزين. تمام، هتلاقوه خد بكلمه بسم الله الرحمن الرحيم اول كام كلمه كده في الدوكيمنت بتاعتي. طب اذا انا ما غيرتش اسمه، طب انا غير، وهتلاحظوا ان هنا في حاجه بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي دوت دي او سي اكس، ده اللي هو الايه، الاكستنشن بتاع برنامج الوورد. طب لو انا ما غيرتش اسمه، جيت هنا ورحت مخليه مثلا وليكن اسمه كلمه، بدل كلمه بسم الله الرحمن الرحيم الموظفين. تمام، طب عايز مكانه يتحفظ فين؟ عايزه يتحفظ في الدي، افتح لي الدي. عايز يتحفظ على الديسك توب، وليكن الديسك توب هحفظه على الديسك توب. طب ناقص لي حاجه اسمها سيف اس تايب. يعني ايه سيف اس تايب؟ يعني نوع الملف بتاعك حضرتك عايز تحفظه كملف وورد ولا هل حاجه تانيه؟ اهي دي كلها الحاجات، ان انا بعد ما انت بحضرتك اشتغلت على الدوكيمنت بتاعتك وعايز تحفظ الجواب او الخطاب بتاعك، وليكن مش عايز احفظه وورد، عايز احفظه بي دي اف يتفتح على الادوب ريدر مثلا، يبقى هختار الاكستنشن بتاعه ايه؟ بي دي اف. تمام؟ طيب لو انا مثلا عايز احفظه، او بعض الناس ممكن تلاقي مثلا شغال في البيت بتاعه او في المكتب بتاعه في الشغل على اوفيس 2010، لكن لما يروح البيت شغال عنده اوفيس 2007 او 2003 او اي فيرجن تاني من فيرجنز الوورد، اي فيرجن تاني او اي اصدار تاني من اصدارات الوورد، هنروح هنلاقي هنا حاجه اسمها ايه، وورد 97 2003 دوكيمنت دوت دي او سي، فيحفظ لك ايه، يحفظ لك الملف كاوفيس 2003 الفيرجن القديم من برنامج الاوفيس، علشان تقدر لما تيجي حضرتك تاخد الملف ده تروح تشغله في البيت، الملف يشتغل معاك على اوفيس 2003. تمام، لكن ملحوظه نوت، لو انا يا باشمهندس كتبت او انا انشات الملف ده في البيت على الاوفيس 2003، هل لو رحت الشغل وشغلته وانا سيت اب او انا مسطب ومعرف البرنامج بتاعي 2010 هل هيشتغل؟ نو. يبقى انا لو انشات الملف على 2003 وشغله على 2010 صعب ان هو يشتغل، انما لو انشاته على 2010 وحفظته سيف اس تايب 97 2003 كده، يبقى انا كده لما هاجي احفظه، لما هاجي كده حفظته دوت دي او سي، بس لو تلاحظ الاكستنشن بتاعنا في 2010 دوت دي او سي اكس، شايفين؟ يبقى انا لو حفظته دي او سي بس، يبقى كده في الحاله دي هيشتغل على باكج الوورد او الباكج الاوفيس 2003. لا احنا هنحفظه على 2010 وحدد المكان بتاعه، ولا اعتبر المكان ايه، وحددت الاسم كده. دي طريقه حفظ الملف، تحدد مكان الحفظ، اسم الحفظ، نوع حفظ الملف انت عايز تحفظه كايه. طب انا اقدر كمان احفظه كصفحه انترنت على فكره يا جماعه، وهنشوف دي حاجه او طرق من طريقه من طرق الويب ديزاين وتصميم مواقع الانترنت، وهنحفظ 2000 هنحفظه كوورد، وبعد كده هرجع لكم تاني ونحفظه لكم كصفحه ويب بيج او صفحه انترنت، لان دي منطقه سؤال في الاي سي دي ال ايا كانت. ايا كانت خلاص انا بسيبها اوفيس دي او سي اكس، ما يبقاش في مشكله دي او سي اكس اللي هو 2010. انا بلعبش في التايم، بس انا حبيت انوه لحضراتكم ان في حاجه اسمها سيف اس تايب اقدر ان انا احفظها، لان ممكن مثلا حد بيبقى عنده الفيرجنز مختلفه. بصوا انا هعيدها لكم تاني ازاي احفظ سيف لو لاول مره. بصوا يا جماعه، لو انا اول مره بحفظ الديكومنت، اهي ديكومنت 1 شايفين الماوس بتاعي اهو ديكومنت 1، وانا كتبت في وثيقه بسم الله الرحمن الرحيم، انا الاول مره بحفظها، يعني بمجرد ما ادوس فايل سيف طلع لي دايلوج بوكس. تمام،
هو كأني دوست فايل مينيو سيف از او الاختيار الثاني واصل لحد كده اوكي. طب ناقص لي طبعا عشان احفظ ملف لازم احدد ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ مكان الملف، انت عايز تحفظ الملف ده فين على الجهاز. تمام، نحدد المكان اول حاجه، ادي المكان بتاعي اهو احدده اهو وليكن ديسكتوب. تمام، وبعد كده بحدد الاسم. هنيجي بقى نغير الاسم، قلنا علشان احفظ ملف يبقى نختار الايه المكان ونختار الاسم بتاعي اغيره وليكن اسميه الموظفين اوكي. ونرجع نسترجع الشرح بتاعنا. طب التايب السيف اس تايب دي بنغير منها النوع. تمام، اذا كريمه بعيد شرح النقطه بتاع السيف اس تايب اهو. لو انا عايز اختار اوفيس 2003 يبقى اهو 97، بختار 97 دوت دي او سي. لو انت سبته دي او سي اكس ده ما فيهاش اي مشكله، هيشتغل عادي خالص، وقول له سيف خلاص. طبعا انا عشان كنت حافظه replace and existing. هنبص نلاقي الملف اتغير اسمه بدل document 1 لكلمه الايه الموظفين. طب تعالوا نروح على الديسك توب ونشوف الملف اللي احنا حفظناه. هتلاقوا اهو الملف اللي اسمه الموظفين اهو عندي. لما هو طبعا انا مفتوح، انا فاتح اكتر من ملف، ادي الموظفين، ادي المرتبات، وادي كانت المناقصه اللي احنا كنا فتحناها بالملف اوبن. لو انا عايز اقفله كلوز خلاص انا مش محتاج الملف ده. طيب عرفنا ازاي بحفظه لاول مره. طب انا لو عايز احفظه كصفحه انترنت بقى، تعالوا دي تريكه كده نعرفها الناس المتميزه اللي مع مستر سعيد. يبقى ندوس كده، لو انا عايز احفظ ده كصفحه انترنت بحفظه ازاي؟ او تعالوا مثلا الصفحه اللي اسمها المرتبات دي احفظها كصفحه انترنت. فبقول له فايل مينيو سيف از، شايفين التايب بتاعي او النوع الملف بتاعي، بقول له سيف از تايب. انا عايز احفظه مثلا كويب بيج، ويب بيج اللي هي صفحه انترنت، اقول له ويب بيج. انا عايز احفظ المرتبات باسم بنوع ملف ويب بيج، واقول له مثلا على الديسك توب اقول له او نسميها المرتبات 5 مثلا، يعني نسميها المرتبات 5 عشان بس يحفظ ملف تاني، قول له سيف. شايفين تلاحظوا كده الديكومنت اتحولت اوتوماتيك لايه؟ صفحه انترنت اهو، وصلت كاني قاعد على صفحه انترنت. الفيو نفسه اتغير. طب تعالى لو مثلا لو قفلناه وجينا ندور على الديسك توب، شايفين بقت اسمها المرتبات 5، شايفين بقت واخده الشكل ايه؟ اهو جوجل كروم. لو جيت دوست دبل كليك عليه، بصوا اول ما هاجي افتحه هيتفتح كايه؟ كصفحة انترنت. صفحة انترنت اهو عادية خالص، شايفين؟ ادي المرتبات 5 اللي انا حفظتها كصفحة انترنت. تمام يا جماعة؟ يبقى خدنا الفرق في اول مرة بين السيف والسيف از، وعرفنا ازاي نحفظ الملف كوورد وازاي نحفظه في اي فيرجن تاني. طب لو انا عندي الملف مثلا اقوله فايل مينيو اوبن، خدنا اوبن اوبن. لو انا عايز افتح ملف والملف ده موجود على الديسك توب، يبقى انا احدد مكانه الديسك توب. طيب الملف ده وليكن اسمه ايه؟ اسمه المرتبات بس اهو، ممكن اكتبه، وممكن اجي هنا اروح كاتب اسم المرتبات وافتح دبل كليك عليه، فتحت المرتبات خلاص اهو. انا سميته اهو، كنت حافظ ده بالمرتبات وده بالموظفين. تمام يا جماعه. طب انا ملف اهو حفظته قبل كده او حفظته باسم الموظفين على الجهاز قبل كده. تمام، يعني انترنت اتحفظ. ايوه تمام يا استاذه كريمه، اتش تي ام بيحفظه لي كصفحه انترنت، ودي الطريقه من طرق الويب ديزاين. تمام، طيب تعالوا بقى ناخد ان انا لو انا حفظت الملف قبل كده. طيب تعالوا بقى لو احنا هنغير الايه
لو احنا هنغير ال او انا هحفظ بقى الملف تاني، انا عايز احفظ الملف، او انا جيت النهارده كان ملف اسمه الموظفين وخلصت شغل النهارده اهو سيف يس قفلته خلاص، انا خلاص انا قفلت الملف مثلا، قفلت المرتبات، وجيت انا لتاني يوم عايز افتح ملف الموظفين، فجيت دبل كليك عليه وفتحت، تمام، بدأ يفتح ملف الموظفين اهو، فتح لي الملف. وليكن جيت بقى بعد كده عملت عليه اي تغييرات، وليكن كتبت استاذة مثلا اكاديمية الجيل الجديد، وعملت تغييرات وليكن ما تكون ايه هي، وعايز احفظ الملف الجديد بتاعي ده. هنا بقى هلاقي في فرق بين السيف والسيف از، مش انا قلت الفرق بين السيف والسيف از لاول مره مفيش اي فرق بينهم، انما لو انا حافظ الملف هنا هلاقي في فرق. طب ايه هو الفرق؟ لو دوست فايل منيو سيف اللي هي الاولى دي، ايه اللي هيحصل؟ هيحفظ لي الكلام الجديد اللي انا كتبته والتغييرات الجديده اللي انا كتبتها على الملف اللي هو اسمه الموظفين اللي كان موجود على الديسك توب. دي طريقة من طرق الويب ديزاين. يعني لو انت بتيجي عايز تعمل تمام، انا كان على الكمبيوتر بتاعي اهو وعايز احفظ التغييرات دي، هنا السيف والسيف از بيختلفوا بقى. السيف بيحفظ لي نفس الاول، كنت بدوس على السيف يفتح لي دايلوج بوكس، انما هنا سيف اللي حصل حفظ لي، هو خد حفظ الملف او حفظ التغييرات الجديده اللي هي كلمه استاذ اكاديميه الجيل الجديد باسم الموظفين على الديسك توب. لو انا قمت قفلت الملف وجيت فتحت الملف تاني، هنبص نلاقي الملف مفتوح باخر ايه؟ اخر تعديلات عندي او انا كتبتها استاذ الجيل الجديد. تمام يا جماعه؟ طيب تعالى بقى مثلا لو انا هعمل تغييرات اخرى على الملف، وليكن التغييرات دي مثلا اكتب له تحيه طيبه وبعد، وبعد مثلا. تمام يا جماعه؟ هنفترض ان هي دي التغييرات، وهنفترض ان انا كتبت له مثلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام؟ باقي الناس تبقى معايا؟ طيب انا كتبت له السلام. طب دي تغييرات تانية انا كتبتها على الملف او على الوثيقه بتاعتي، لكني مش عايز احفظها باسم الموظفين، او عايز احفظها في ملف تاني. يعني كده كنت عامل تغييرات بسم الله الرحمن الرحيم واكاديميه الجيل الجديد. هنا بقى يظهر الفرق بين السيف والسيف از. لما تدوس السيف از هبص الاقيه طلع لي الدايلوج بوكس بتاعي اللي انا عايز اغير. لو انا عايز اغير ايه؟ اسمه، او انا عايز اغير مكانه، وليكن انا عايز اخليه مثلا الموظفين اتنين مثلا، اروح جاي كده الموظفين اتنين وهحفظه مثلا على الديسك توب او على بارتيشن الدي، بيتيح لي ان انا اغير المكان بتاعه مثلا، وليكن هحفظه جوه الفولدر اللي اسمه اي سي دي ال، يبقى الاقي الموظفين اتنين جوه الفولدر اللي اسمه اي سي دي ال، واقول له سيف. هبص الاقي هنا في التايتل بار اتغير بقى اسمه ايه؟ الموظفين اتنين. انا كان عندي الموظفين وان او الموظفين بس، مكان التخزين بغير مكان التخزين السيف از. لو انا عايز اغير الاسم او عايز اغير مكان التخزين للتعديلات اللي انا عملتها على الملف بتاعي، تمام. طيب تعالوا ندخل كده على الديسك توب، اي ثينك ان هو كان في الاي سي دي ال، او فين الاي سي دي ال؟ اي سي دي ال ادخله هلاقي حاجه اسمها الموظفين اثنين اهي، شايفينها؟ لما اجي افتحها هلاقي اخر التعديلات اللي هو فيها تحيه طيبه وبعد. طب لو جيت فتحت الفايل اللي هو اسمه الموظفين بس او دبل كليك، هتلاقيه مكتوب فيه لحد بسم الله الرحمن الرحيم،
لان ده كان الاصل، وجيت لما انا كتبت تغييرات او عملت تغييرات حفظته باسم تاني وفي مكان تاني. عرفنا يا ترى ايه الفرق بين السيف والسيف از يا جماعه؟ يبقى النهارده خدنا نيو وخدنا اوبن وخدنا سيف والسيف از، الفرق بينهم لاول مره والفرق بينهم لما اكون عملت كرييت لملف. تمام الناس، حد عنده اي سؤال في السيف والسيف از سواء لاول مره تمام؟ طيب يلا يا جماعه بقى نعرف الفرق بين الكلوز والاكزيت، ودي هتبقى من اخر الحاجات اللي معانا. كلوز كلوز، الفرق بين الكلوز والاكزيت ايه يا جماعه؟ كلوز بتعمل كلوز او بتقفل الملف الفايل بتاعي، يعني انا عايز اقفل الملف اللي اسمه موظفين يبقى هدوس له كلوز ولا اكزيت؟ يبقى هعمل كلوز. كلوز قفل الموظفين، كلوز فايل without closing application، يعني هو فتح قفل، سوري قفل الملف من غير ما يقفل برنامج الوورد. تعال ندوس تاني كلوز لملف الموظفين، احنا قفلنا الموظفين اثنين، دلوقتي هنقفل الموظفين كلوز. ايه اللي حصل؟ كده انا مش فاتح اي ملف على برنامج الوورد، لكن هل انا قفلت برنامج الوورد؟ لا، برنامج الوورد مفتوح قدامي اهو، لكن مفيش اي باتون اكتيفيشن. ليه؟ لان انا مش فاتح ملف، انا مش فاتح فايل. اوكي طب انا عايز افتح فايل مثلا، ده ليه ده؟ عايزين نفتح الملف بتاعي بقى مثلا، اقول له فايل، قائمه فايل. دي استاذه كريمه دي انا هبهدلها في الكومنتات بس ما نخلص السيشن. يلا فايل، وبقول له طبعا ريسنت، ريسنت يعني ايه؟ اخر الملفات اللي انا فتحتها او اللي انا تعاملت معاها، شايفين؟ طب خليني انا ملف لا انا ما فتحتهوش او انا ما تعاملتش معاه قبل كده، تمام؟ يبقى بقول له اوبن اهو. طب اذا كان من الملفات اللي انا لسه قافلها امبارح او ريسنت، هنا بيعرض لي اخر الملفات اللي انا تعاملت معاه، شايفين يا جماعه؟ شايفين اهو، انا عايز افتح ملف اللي اسمه موظفين اثنين مثلا، دبل كليك عليه فتحت. طب انا عايز اقول له بقى نختار، تعالوا نجرب اكزيت، يبقى فايل اكزيت هيتقفل البرنامج والفايل. تعالوا نشوف اكزيت اللي حصل، الملف كله والبرنامج اتقفلوا معايا. تمام يا جماعه، يبقى احنا خدنا النهارده بقائمه فايل، خدنا فيها السيف، خدنا فيها السيف از، خدنا فيها اوبن، خدنا فيها كلوز. الانفورميشن، الانفورميشن اللي هي المعلومات عن الملف، يا ترى البروبرتيز الخصائص بتاعته عامله ازاي، السايز، البيجز، الوردز بتاعتي كام كلمه، التوتال، دي معلومات عنها. ريسنت دي اخر الملفات اللي انا تعاملت معاها على برنامج الوورد. نيو لو انا عايز افتح ملف جديد، نيو بلانك ديكومنت تقول له كرييت، برنت، ودي هنخليها مش عارف هل هيسمح لنا الوقت ولا لا، البرنت انا كنت حابب ان انا اقولها لكم النهارده. اكزيت اللي هو بقفله، وطبعا خدنا الدايركشن الاتجاه، وخدنا السليكشن التحديد، وخدنا ازاي اغير اللغه بالالت شيفت يمين والالت شيفت شمال، وازاي اغير الدايركشن كنترول شيفت يمين وكنترول شيفت شمال. خدنا الانترفيس او واجهه البرنامج، التايتل بار، المنيو بار، الفورماتنج بار، البيجز. تمام، تعالوا ناخد البرنت ونستعرض البرنت، يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نشرحها بسرعه. برنت يعني طباعه. هنلاقي اول حاجه هنا اللي بيميز برنامج الاوفيس 2010 ان هو بيعمل لك برنت بريفيو، معاينه الطباعه على طول. نمبر اوف كوبيز يعني عدد النسخ، يا ترى حضرتك عايز تنسخ، شايفين اهو الناس شايفه، استاذه كريمه حضرتك شايفه، الناس شايفه الماوس بتاعي اهو،
انا بقول اهو برنت كام نسخه 4 5 9 10، وبمجرد ما قلت له برنت هيبدا يطبع. طب هنا البرنتر ده نوع البرنتر بتاعتك، يعني مثلا في بعض الشركات او معظم الناس بتبقى في شركات بتبقى فيها اكتر من برنتر او في نتورك، حضرتك عايز تطبع يا ترى في البرنتر بتاعتك، ولا انت عايز تطبع على البرنتر اللي موجوده في الريسبشن ولا عند المدير ولا فين؟ يبقى بختار الاسم البرنتر منين؟ من هنا اهو. انت عايز البرنتر تطبع في السكرتاريه على طول، ولا عايز تطبع مثلا عند المدير، ولا عايز تطبع في البرنتر بتاعتك؟ انت عايز تطبع على انهي برنتر؟ اوكي. All pages يعني كل الصفحات، يعني انا دلوقتي عايز اطبع كل الصفحات بتاعتي، عايز اطبع كل الصفحات بتاعتي print all pages. يعني لو انا الدوكيمنت بتاعتي دي كانت عباره عن 5 صفحات او 10 صفحات، تعالوا لكم كنترول شيفت واقول لكم equal راند بسرعه. تمام استاذ امجاد؟ تمام. انا لو اقول له فايل مينيو برنت، شايفين الدوكيمنت بتاعتي دلوقتي بقت كام صفحه؟ اكتر من صفحه. شايفين يا جماعه؟ اكتر من صفحه اهو، اكتر من صفحه. طب انا عايز اطبع الصفحات دي كلها فايل مينيو برنت، شايفين ادي الصفحات بتاعتي، الصفحه رقم 5 الصفحه 6 4، بحرك من هنا اهو. طب اقول له اول بيجز هيطبع برنت اول بيجز، هيطبع لي كل الصفحات بتاعتي اهو خطوه خطوه. انا في طريقه الشرح البرنت الطباعه فايل برنت نمبر اوف كوبيز، يعني عدد النسخ اهو 2 3 4 5. طب هنا نوع البرينتر او اسم البرينتر اللي حضرتك عايز تطبع فيها ايه؟ يا ترى هي الريسبشن مثلا اللي عند المدير اللي في مكتبك، وليكن لو انت شغال على نيتورك السيتنج اول حاجه برينت اول بيجز، يعني هطبع كل الصفحات بتاعتي. يعني لما اجي اطبع دلوقتي الدوكيمنت بتاعتي اهي من هنا اهو 9 صفحات، فلما هقول له برينت اول هيطبع لي كل ال9 صفحات. كرنت بيج يعني ايه كرنت بيج؟ يعني الصفحه الحاليه. طب انهي صفحه حاليه؟ يا ترى هي الصفحه اللي انا مختارها هنا بالعرض دي كده ولا ايه؟ لا خلي بالك، الصفحه الحاليه يعني اللي حضرتك واقف فيها بالكرسور هنا، شايفين الكرسور اللي بينور ويطفي ده؟ يعني انا عايز اطبع مثلا الصفحه رقم 3، انا بطلع وبنزل اهو، شايفين هنا لمجرد ما ادوس كده هيعرض لي سنجل كليك، او بدوس دوسه على السكرول بار بيعرض لي اسم الصفحه اللي انا فيها. انا في الصفحه رقم 8، خليني عايز اطبع الصفحه رقم 5، ببدا اسحب اسحب بقت 7 اهي 6 بقت الصفحه رقم 5. اصلا اي مكان، يعني ادوس سنجل كليك كده بالكرسر في اي مكان في الصفحه رقم 5 وبقول له فايل مينيو برنت، لو اخترت كرنت بيج يبقى هيطبع لي الصفحه رقم كام؟ 5، وهتلاقيه واقف لك هنا اوتوماتيك اهو على الصفحه رقم 5. اوكي يا جماعه. طب هنا برنت سيلكشن مش اكتف، ليه مش اكتف؟ علشان حضرتك مش عامل سيلكت على حاجه. طب خلينا، انا مش هطبع الصفحه كلها، انا عايز جزء بس من الصفحه، يبقى بعمل سيلكت اهو على جزء بس من الصفحه وبقول له فايل مينيو برنت، وهتلاقي هنا عندي حاجه اسمها ايه؟ سيلكشن بقت اكتف، ان انت عايز تطبع جزئيه معينه بس من البيج، يبقى انا اطبع لي السليكشن. اوكي. طيب برنت كاستم بيج يعني ايه؟ يعني انا عايز اطبع صفحات معينه، وليكن عايز اطبع الصفحه رقم 3 والصفحه رقم 7 والصفحه رقم 9 بس. هل انا هطبع اول بيجز؟ هل هطبع كله؟ لا. هل هطبع كرنت بيج؟ هعمل العمليه اكتر من مره؟ لا. يبقى بختار حاجه اسمها برنت كاستم رينج، يعني انا اللي هعمل الرينج بتاعي، واجي هنا واروح قايل له اطبع لي الصفحه رقم 3 مثلا كوما الصفحه رقم 5 كوما الصفحه رقم 7، وبمجرد ما اخترت كلمه برنت هيبدا يطبع لي الصفحات اللي انا اخترتها. اوكي يعني مشكله. وبكده يبقى احنا خلصنا البرنت مثلا، دي البرنت سايز، دي حاجات في الاوبشن شويه لما ندخل في البيج سيت اب ونعرف البيج سيت اب.
الاورينتيشن الكليتي الاول، الكليتي اللي هو بيعمل ايه، هل يا ترى يرتب لك الصفحه؟ يعني بمعنى ان انت لو هتطبع خمس الدوكمنت بتاعتك كلها مثلا اول بيجز خمس نسخ وليكن انا هوزعها عليكم، فالكليت هيبدا 1 2 3 4، يعني اطبع لك صفحه رقم 1 صفحه رقم 2 صفحه رقم 3 صفحه رقم 4 ويبقى دي اول نسخه، ولا انت عايز يطبع لك مثلا الصفحه رقم 1 خمس مرات؟ يبقى انا لو قلت له ان كليت كده يبقى هيعمل ايه؟ الصفحه رقم 1 هيطبعها لي عدد النسخ خمس مرات، بعد كده يدخل على الصفحه اللي بعدها الصفحه رقم 2 خمس مرات، بعدها الصفحه رقم 3 خمس مرات. يعني الفكره هل هترتب النسخ ولا مش هترتبها؟ تمام؟ كليت يبقى كده هيبدا يعمل ايه؟ ترتيب للنسخ. اورينتيشن يا ترى انت عايز تطبع الصفحه بورتريت يعني طولها اكبر من عرضها، شايفين طول الصفحه اهو اكبر من الايه؟ من الاورينتيشن اكبر من الايه؟ العرض بتاعي. طب لو انا عايز الصفحه تطلع بالعرض يبقى اقول له ايه؟ لاند سكيب، طه لاند سكيب، اختار لاند سكيب، شايفين؟ فالعرض اكبر من ايه يا جماعه؟ اكبر من الطول، شايفين؟ ادي العرض وادي الايه؟ الطول بتاعي. تمام كده؟ وبعد كده الليتر حجم الورقه والكلام ده كله هناخده في البيج سيت اب في ضبط الصفحه بتاعتي. وبكده يبقى قائمه فايل خدنا فيها السيف والسيف از والاوبن والكلوز والانفورميشن اللي هي المعلومات استعراض المعلومات بس عنها، الريسنت اخر حاجه عندي انا اتعاملت معاه، نيو بفتح حاجه جديده، برنت لو انا بطبع، قلت الفرق بين الكلوز والاكزيت، كلوز بتقفل الفايل بس وزاوت كلوزنج البروجرام من غير ما بقفل برنامج الوورد، اكزيت كلوز فايل اند بروجرام، الفرق بين السيف والسيف از، الفرق بينهم لو انا بعمل الدوكمنت او بحفظ الدوكمنت لاول مره ما بيبقاش فيه اي فروق بينهم، بعد كده لو انا دوكمنت حفظتها قبل كده او محفوظه على الجهاز السيف بتحفظ لي التغييرات بتاعتي بنفس اسمه وفي نفس مكانه، اما السيف از لو انا عايز اغير الاسم وعايز اغير المكان. اتمنى اني كنت ضيف خفيف عليكم وتكونوا استمتعتم بالمحاضره مع حضراتكم مستر سعيد ربيع عبد الحفيظ، مدرب ترينر كمبيوتر انترناشونال كمبيوتر الحمد لله ICDL، الجنسية مصري.